ده كان اولهم، اول كتاب الاسم الاسم الغريب برضو اسماء غريبه دول. ترامبولين، ملح خفيف، وراين العسل. طيب كلمه يعني غير العسل ده انا سميته على اسم الحيوان، لان الحيوان ده على قد حجمه صغير لكن عارف هو قوي. عارف يعيش. انا ولا في لا شفت الاسد ولا في حجم الفيل ولا في طول الزرافه ولا في قوه الذئب، لكن عارف يعيش. فانت حواليك الحاجات دي كلها على فكره، يعني الغابه دي لا مجتمع غابه يعني، فانت ازاي تعيش وسط الحاجات دي كلها؟ اوكي تمام. الترامبولين هقول لك ملح خفيف الاول. ملح خفيف انا ربطت الملح بالمشاعر، لان لو انا المشاعر بالظبط، لو المشاعر زادت ايه اللي بيحصل؟ هي مثلا انا بحبك كل شيء بيزيد عن حده بيتقلب لضد. انا بقى بحبك ومش ما تبقاش انا لحظه عايز اعرف كل حاجه. فتضطرب بعد فتره تكتبي عليا انت فين انت فين انت فين، فتضطرب بعد انا ما لا ما تقعديش مع فلان، ما تعمليش كذا، ما تروحيش، فخلاص. فانت تيجي اللحظه الدنيا هتبوظ. طب لو المشاعر قلت يحصل فتور، نفس الفكره، يبقى الحياه ملهاش طعم. تمام. فالتوازن في المشاعر كويس. اوكي. فالملح كده، الملح لو زاد الاكل طعمه بقى وحش، الملح لو قل الاكل مش طعم. فانت حط ملح كويس، حط مشاعر كويس، اوزن مشاعرك. خليك عارف الشغل، الشغل على فكره بص صحوبيات، الناس عامله الدنيا غلط. بتدخل مشاعر ايه في الشغل؟ الشغل انا جاي اشتغل وامشي. لو انا مثلا في القناه القاهره وعايز اصاحب حد، اصاحب حد مثلا فضائيين، اصاحب حد من دي ام سي، اصاحب حد، لكن في المكان هنا لا، ما مش هينفع. هنيجي في لحظه احنا الاثنين مخطوطين في شغل واحد. تمام. طبيعي ان حد يسبق حد، وطبيعي حد اكتر من حد، يحصل بقى مشاكل. بتخلى مش اصحاب يا دكتور كده. عندنا زملاء كتير متزوجين من بعض، متزوجين من بعض في القناه، في كل القنوات لو حاجه. ربنا معاهم كل القنوات. لكن الترامبولين انا بتكلم على الصحوبيه مش على الجواز. الجواز في اي حته. تمام. بس اوزن يعني اوزن الامور. بس هم اكيد قبل الزواج كانوا مرتبطين طبعا. بس اكيد ده حد في الاخراج وحد في الاعداد، حد مذيع وحد اكيد. قصدك مش نفس مش نفس المهنه. ايه من نفس المهنه بقى حد ام ايه ام بعد حد خالص. طبعا. يعني انا بقى حد مخرجين، طب يا حنتي بقى وتبقي انا ايه اعيش حياتي يعني. طيب تمام. الترامبولين كنت بتكلم فيها العلاقات السيئه. ازاي تتخلص من العلاقات السيئه، العلاقات المسمومه، العلاقات الصعبه. انت ايه اللي جبرك؟ يعني ايه اللي جابها؟ طب انا ازاي احس ان العلاقه دي سيئه؟ يعني بدايتها كده. اي علاقه في الدنيا، لو انت بتكتب، لو انت بتخبي، لو انت يعني في اختبار صغير اي حد يعمله فيفهم اذا كانت العلاقه دي سيئه او علاقه جيده. ازاي؟ ابعد يومين. ايه في موبايلك واقعد يومين. لو انت حسيت انت مرتاح والدنيا معاك تمام ومبسوط وبتتكلم وبتاكل وبتنام، يبقى دي علاقه زي الزفت. مهما كان بقى الحب يعني، مهما كان او متهيألك ان هو حب يعني. تمام. لو انت اليومين دول كنت متضايق، مفتقد هذا الشخص، حاسس باضطراب، حاسس ان انت محتاج له، حاسس ان هو كان بيطبطب عليك وبيهدي من روحك، لا دي علاقه كويسه. ده اختبار بسيط خالص اي حد ممكن. لا طب لو في واحد مرتاح وفي واحد متضايق؟ يا فندم دايما الضغط على الاخر مرتاح. ودايما انا مرتاح انا اللي ضغط. تمام. فالتاني هو اللي تعبان. فاللي تعبان يعمل ده اختبار بسيط، وانا بقوله قدام الشاشه ده اختبار بسيط خالص. انك الحاجه الثانيه انك تكذب. لو لقيت نفسك بتكذب او دايما ميال ما بتكذبش بس ميال انك تكذب، تعرف ان العلاقه دي برضه علاقه سيئه جدا. لان قالب دي علاقه جيده انها تبقى قنوات مفتوحه على الجنب.